لكن بعيدا بقى عن الرياضة، هناخدك بره الرياضة ونرجع لها مرة تانية. طيب. بشكل عام كمصري إيطالي مقيم بصفة دايمة في مصر، عايزين نعرف يعني نشوف مصر من عينيك أنت، من خلال نظرتك أنت ورؤيتك، إيه أكتر الحاجات اللي حبيتها في مصر؟ مش بس الأكلات، أنا بتكلم طبعا عموما، حتى الطباع اللي في البطن. أصلا قريبين لبعض جدا. إيه القاسم المشترك بينهم وبين الإيطاليين؟ هو بص بأمانة حضرتك، أنا إحنا من طبيعة شغلنا إحنا بنتعامل في مزارع وناس فلاحين، ناس بسيطة جدا. أوكي. فدي بصراحة بلاقيها أحلى حاجة في مصر، اللي هو شعب مصر. يعني دي بحقيقة مش عشان أنا بتكلم في التلفزيون ولا حاجة، بس هي حلاوة مصر. لا مش مقابلة بطبيعة مصر خلاص. بالظبط، يعني حلاوة مصر حضرتك هي في شعبها، وهي ده عزمها أظن. أوكي. إنه الشعب كله بصراحة جميل، ويعني عارف بكلمة حلوة بتلاقي الدنيا كلها. ونفس الكلام ينطبق على الإيطاليين على فكرة. برضه من ضمن العلاقات. بس بسيط سن أكتر يعني بتبقى. بس حتى طريقة الكلام يا هواد. هو دايماً بيقول الشعب الإيطالي والشعب المصري قريب لبعض، ما بنحسش باختلافات كبيرة، غير طبعاً الثقافة شوية، لكن قريبين نفس الطباعة شوية وغيره. بالظبط.